طيب تفضل. من الأسبوع هذا المفترض أنها تبدأ فقرات كثيرة، من ضمنها فقرة المستثمر بقيادة الحبيب وليد قشران، وحيكون فيه انطلاق بإذن الله عز وجل الأيام القادمة. الفقرات الثانية الأيام القادمة بإذن الله عز وجل متفائل جدا، حيكون فيه فقرات نوعية متفردة مختلفة. الأيام القادمة بإذن الله عز وجل حينتقل البرنامج نقلة نوعية بوجود مقدمين أفاضل لهم يعني حضورهم القوي. اليوم المفترض كان تبدأ فقرة المستثمر، تأخرت لأسباب ما، نوضح هذا السبب مع أخونا الغالي وليد قشران في اتصال ومداخلة هاتفية. الله يحييك يا وليد. الله يسلمك حبيبي. يا مرحبا أستاذ عبد الخالق. الله يحييك. الأخوان الأعزاء اللي عندك. الله يمسيك بالنور. والله صراحة أن ارفعوا صوت وليد شوي لو سمحتوا، ارفعوا صوت وليد شوي. وليد قبل كل شيء رحب فيك في برنامج البزنس وانت راعي محل، إضافة جميلة جدا، الراهن عليك كأحد الأسباب الكبيرة جدا في نجاح هذه النسخة، تملك الشيء الكثير، ومنتظرين احنا والجمهور والجميع صراحة بشغف الفقرة حساسة وفقرة جميلة مثل فقرة المستثمر. في البداية خلني أسأل، ليش تأخرت فقرة المستثمر إلى هذا الوقت؟ أشكر لك هذا الترحيب يا أستاذ عبد الخالق، شكرا لك، وإن شاء الله حن موعدين بأيام جميلة وعمل قادم كبير، دائما إن شاء الله كلنا على قلب رجل واحد، وإن شاء الله من العمل بيكون بمجموعة واحدة وفي عمل يضيف الكثير للمشاهد. جميل. جد الترحيب فيك وفي الأعزاء اللي عندك والمشاهدين الكرام اللي قاعدين يسمعونا. هو ما كان في أي تأخير إطلاقا ولا في تأخير، بالعكس إحنا نظاميين زي ما أنتم نظاميين في فترتكم. أسلم. لكن كان عندنا سياسة إحنا والفريق الإداري إن إحنا بنحطها الأسبوع هذا ثلاثاء وأربعاء وخميس، بحيث إن تبدأ فقرة المزاد يوم الثلاثاء، وفقرة هي كلها تعتبر ضمن بند المستثمر، ولكن المزاد المستثمر أربعاء ثلاثاء أربعاء خميس، عشان الصورة تكون سلسة للمشاهد وتكون سلسة للمتسابق، ويوضحون توضح الأمور كلها بشكل أسهل وبشكل أبسط، أنها تكون وراء بعض. زي ما أنت عارف حبيبي، فقرة المستثمر تشكل شيء كبير في البرنامج، تعرف إن فيها مبالغ مادية تصرف، تعرف إن فيها أموال ما هي بسيطة جدا تصرف في المتسابق، لازم يكون فيها عناية، لازم يكون فيها توضيح، لازم الفكرة توصل للمتسابق بشكل أبسط مما يتوقع. فعشان كذا كان عندنا فكرة أنا والأستاذ ناصر الغامدي أبو عبد الله والفريق الإداري، إن الأسبوع هذا بتكون على ثلاث أيام وراء بعض، ثلاثة وأربعة وخميس، وإن شاء الله من الأسبوع الجاي تكون كما ذكرنا سابقا أحد ثلاثة أربعة. أحد ثلاثة أربعة، ثلاث أيام في الأسبوع. طيب ممكن ناخذ فكرة بسيطة أخوي وليد عن فقرة المستثمر، كيف آليتها، كيف بتكون طبيعتها؟ والله على الأقل بشيء مختصر يعني. يا سلام، هي فقرة متاجر مع المتسابقين، كل متسابق يسوق للمتجر اللي بيكون مرتبط فيه، بتكون فيه أموال توزع على المتسابقين، بيكون فيه مزاد، المتسابق له الحق التصرف في إنه يطرح أمواله في المزاد كيف ما يشاء عشان يأخذ المتجر اللي هو يبغاه. عندك الالتزام في المتجر، بعد كل التزام المتسابق في متجره لابد أن يظهر بأفضل صورة تسويقية للمتجر عشان هو يستفيد والمتجر يستفيد، بتكون علاقة طردية بين المتسابق والمتجر. فهمت في اختلاف بسيط عن الموسم اللي فات، حضوره الفعلي كبير في الفقرة عشان يقدم الفائدة للمتجر، وفي نفس الوقت إذا شفنا تفاعله قوي جدا وتسويقه جميل جدا، إحنا نقدر نعطيه المبالغ، نقدر نعطيه كل شيء يعني يفرق عن غيره من المتسابقين اللي ما قدر يقدم طريقة التسويق الذكية. جميل. طبعا اللي أعرفه واللي أفهمه صحيح لي إذا كان إنه في اختلاف وفي إضافات بسيطة مختلفة عن فقرة
الموسم اللي الماضي، يعني في إضافات بسيطة مثلا إيداع أموال في كل أسبوع للمتسابقين، حتكون الدور بينهم للمتاجر وبالتالي يستفيدوا منها سواء من تسويق أو شراء مزادات أو أشياء زي كذا، صحيح؟ خطة العمل اللي رسمناها حنا من قبل ما يبدأ البرنامج حتى الفترة هذه خطة منظمة ومحكمة، تبدأ من بداية بالمزاد إلى نهاية التنافس اللي هو آخر حلقة في الأسبوع. جميل. بيكون في مزادات، بيكون في اقتراع، بيكون في اقتراع جمهور، بيكون في تسويق للمتسابق، بيكون في محكم مصير جماعي يختار الشخص المناسب اللي يستحق مبالغ تفرق أو تزيد على غير من المتسابقين، يعني كل واحد شطارته. التنافس اللي بيصير بين المتسابقين كل شخص يشد حيله، كل ما شد حيله كل ما أخذ أكثر من غيره. جميل. هي طريقة تجميع أموال بالتنافس، بروح التنافس. لازم يكون ذكي المتسابق، لازم يكون فعال، لازم يكون شغوف إنه يكسب أكثر. ممتاز. لازم يكون في الأخير هو سيد الاستثمار. جميل جميل. طيب أخوي وليد نواف يبغى يسألك سؤال من سمحت. وليد أمس عليك بكل خير يا حبيبي. هلا حبيبي. وأنا أراهن على نجاح الفقرة بما أنك مقدمها يا حبيبنا يا وليد. يا بعد قلبي. الفقرة مهمة طبعا، هي قلب البرنامج تقريبا، هي فقرة المستثمر. لكن في سؤال مهم عشان المشاهد برضو يكون على اطلاع كامل، الفلوس راح تكون حقيقية حقيقية صح؟ راح تستمر مع المتسابق لنهاية البرنامج صحيح؟ نعم نعم. أول شيء إن شاء الله إذا ربي كتب لنا التوفيق فهذا بيصير بعد توفيق الله، ثم روح العمل وروح الفريق الواحد يا نواف. أكيد طبعا. هذا الشيء أول. الشيء الثاني، المبالغ بتكون حقيقية، والإدارة رسمت مبالغ كبيرة جدا لهذه الفقرة، وبيكون فيها يعني أمور جادة، يعني ما هي مثلا أسهم أو نقاط، لا بنتعامل بالأمور المادية اللي يستفيد منها المتسابق، اللي يزيد من شغفه أنه يشتغل ويعمل ويكون يعني مركز ومتحمس للفقرة. لذلك لازم تكون فكرة فريدة يعني من نوعها فعلا جديدة. جميل. وليد قشران مقدم فقرة المستثمر، الله يعطيك العافية، شكرا لك على مداخلتك، متفائلين فيك كثير حبيبي جدا حبيبي. والراهن عليك، وانت يعني شهادتنا فيك مجروحة يا وليد، موفق ان شاء الله. طول عمرك. الأستاذ نواف قال فكرة فريدة من نوعها، يعني لازم كل شخص يتابع برنامج البزنس في قناة الواقع يعرف ان هذه القناة دائما ما تتميز عن غيرها من القنوات، دائما ما تتميز عن الفكر المتجدد والامور الجميلة الجيدة اللي يستمتع فيها المشاهد ويستفيد المتسابق في نفس الوقت. والله وليد الخير والتوفيق. وليد حقيقة أنا 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 متفائل. اسلم. المتسابقين أقوياء بإذن الواحد الأحد أن يكون نجاح حليفنا في نهاية هذا البرنامج. جميل، وأكررها أنا متفائل فيك جدا، واتصالك هذا أعطانا يعني حماس أكبر هالفقرة اللي زي ما قال نواف في قلب البرنامج. أكيد متفائلين فيك إن شاء الله، وبإذن الله عز وجل تكون أيام ممتعة قادمة بوجودك يا حبيبي وليد. شكرا، يعطيك العافية. عندي تعليق بسيط. الله يحفظك. عندي تعليق بسيط. اتفضل. أولا الفكر المتجدد في قناة الواقع ليش غريب على قناة الواقع، لأن احنا نعمل بروح الفريق الواحد. أكيد. والكل منا مكمل للآخر. احنا إن شاء الله تعالى نحن مسلمون ومؤمنون ونعمل عمل الإسلام والإيمان كالبنيان المرصوص يشد بعضنا بعضا. صحيح. وليد قشران أشوف أنه صمام النابض لهذا البرنامج بفقرته الجميلة. وليد قشران مبدع، أتوقع من كان لديه بصر وبصيرة سوف يراهن على وليد قشران ويؤمن به. أتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح. بإذن الله فقرة راح تكون جميلة، الفكرة مبتكرة أنها تكون فلوس حقيقية ومادة حقيقية حتى يشعر المتسابق بقيمة الخصم إذا حصل خصم، وبقيمة الربح إذا حصل ربح، فهذا هو الهدف من البرنامج. طيب هل ممكن يكون وليد قشران تحت يعني مظلة النقد في فقرة خذ الكاش الأيام القادمة؟ نعم، أنا من الناس اللي أحب وليد قشران جدا وفوق جدا، لكن هذا لا يعفيه أنه إذا أخطأ أنه سينتقد أبدا. إذا 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 وقفت أنا إذا وقفت وصفقت لك سواء كنت مقدم أو متسابق، فهذا لا يعني أني بقول إذا أخطيت أنك أخطيت. طيب. أنا محايد جدا.